السلام عليكم، معكم عبد العزيز كسار. طبعا متواجد في لوكيشن مسلسل غريب بين اهله. دوري في المسلسل طبعا شخصيه اشهاب اخر العنقود. امي طبعا في المسلسل الاستاذه اسمهان توفيق. اسمهان اسمهان توفيق. اوكي. طبعا شخصيه نوريه هي الشخصية. طبعا عبارة عن الولد الشيطان في المسلسل، متخرج توه من الثانوية على أساس انه بيلتحق في الجامعة. هذا مختصر الدور كذي بشكل عام. طبعا المسلسل الثاني سقف واحد، راح يتم تصويره ان شاء الله خلال الأيام القادمة، وباذن الله باذن الله راح تشوفوني في برنامج مسابقات على تلفزيون دولة الكويت. مشاركة طبعا اخوي الاعلامي والممثل عبد الله اطليحي، هذا اللي حاليا موجود بالفترة الحالية، ونشوفكم على خير ان شاء الله قريب برمضان.